حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الايه فجاء الاشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذا يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقًا له.